السلام عليكم. اليوم رح نبلش بسكشن 3.3 The d over dx notation derivative of derivatives of higher order. فرح نحكي اليوم إن شاء الله عن النوتيشن d over dx. طبعا هاي النوتيشن احنا استخدمناها بس إنه رح نستخدمها اليوم بشكل أكبر، وبرضه رح نحكي عن الـ higher derivatives، رح نحكي عن المشتقات العليا. طبعا هلا احنا الاقترانات عاده كيف بكون شكلها؟ اما اف الاكس او بكون عندي واي. هلا اذا بدي اشتق اقتراني او اول مره بسميها فيرست ديريفاتيف وبرمز لها برمز اف فتحه، اذا كانت واي برمز لها برمز واي فتحه دي واي اوفر دي اكس، اما واي فتحه او دي واي اوفر دي اكس. هاي بنسميها الفيرست ديريفاتيف، المشتقه الاولى. اوكي، هلا المشتقه الثانيه سكند ديريفاتيف للاف اللي هي تكون اف دبل برايم اوف الاكس، او نسميها واي دبل برايم اوف واي دبل برايم اور دي سكوير اوف واي اوفر دي اوف اكس سكوير. فاذا هاي اذا كانت مشتقه ثانيه. طبعا شو يعني مشتقه ثانيه؟ انه انا اشتق الاقتران مرتين، يعني المشتقه الاولى اشتقها كمان مره، فهيك بكون انا اشتقت الاقتران كم مره؟ مرتين. third derivative اللي هي المشتقة الثالثة، يعني أنا بدي أشتق اقتراني ثلاث مرات، بشتق مشتقة أولى بعدين المشتقة الأولى بشتقها كمان مرة صارت عندي المشتقة ثانية، بعدين المشتقة الثانية بشتقها كمان مرة بصير اسمها مشتقة ثالثة، واللي هي بصير شكلها هيك F triple prime، في عندي F triple primes، في عندي بكون شكلها طبعا اذا كانت بدلاله الواي دي كيوب اوف الواي اوفر دي اكس كيوب. هلا مجرد ما زدنا عن المشتقه الثالثه بصير نكتب المشتقه، بتبطل بدلاله البرايم، بصير نكتب المشتقه رقم المشتقه بين قوسين لحتى نميزها عن الباور اوف فانكشن. اوكي، فمثلا هنا لما مثلا بمسالتي هون هاي شو معناها؟ هاي معناها مشتقه رابعه. أما لو كتبنا F قوة 4 للإكس، هاي معناها إنه أنا الإف رفعه للقوة الرابعة، يعني أنا ضارب الإف بنفسه أربع مرات. فبدنا نميز بين F بين الـ القوة وبين المشتقة. هاي المشتقة بتكون محطوطة بين قوسين، أما القوة لا، بتكون بدون ما تنحط بين قوسين. اوكي، هلا بالنسبه للدي واي لاحظ دي اوف دي تو ذا باور 4 اوف الواي اوفر دي اكس تو ذا باور 4. اوكي، هلا ان جنرال الانث ديريفاتيف اللي هي اف المشتقه رقم ان، لاحظ كيف حاطينها بين قوسين، واي المشتقه رقم ان اللي هي نفسها دي ان اوف دي ان للواي اوفر دي اكس تو ذا باور ان. هنا مثال معطيني هذا المثال وبدنا من بده نشتقه. لاحظ هذا اشتقاق عادي، بس الهدف انه نستخدم رمز الدي واي اوفر دي اكس. اوكي، هذا برضو مثال بس بده، بس الهدف منه انه كيف استخدام رمز دي واي اوفر دي اكس، هذا الهدف. بده ات اكس ايكوال 0، لاحظ هيك بنحط رمز دي واي اوفر دي اكس ات اكس ايكوال 0، هاي معناها انه انا بدي اعوض الصفر في المشتقه. لاحظ طبعا هذا زي ما احنا ملاحظين هو حاصل قسمة، عادي اشتقينا مشتقة حاصل قسمة بالمثال الأول، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام عن مقام تربيع، وهون بسطناها. هاي نفس الشيء حاصل قسمة، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام عن مقام تربيع، بسطناها وبعدين عوضنا الإكس تساوي الصفر. هاي بالنسبة ل النوتيشن دي اوفر دي اكس. هلا مرات كيف كمان بكتب لي اياها نوتيشن؟ مثلا يمكن يكتب لي دي اوفر دي اكس اوف مثلا على سبيل المثال نحكي مثلا اكس قوة 5. هاي شو معناها؟ هاي معناها انه انا بدي مشتقة المشتقة بالنسبة لاكس للدي للاكس قوة 5. طبعا كلنا بنعرف انه هاي مشتقتها 5 في اكس قوة ايش؟ قوة 4. فإذا هاي النوتيشن إنه مش بالضرورة يكون حاط لي واي، مرات بس خلص ما بحط الواي، بحط الفانكشن مباشرة. يعني هاي القيمة بنقدر نكتبها، نقدر نكتب إنها هي عبارة عن دي أوفر دي إكس لمين؟
دي اوفر دي اكس ل الاقتران اللي معي اللي هي اكس سكوير اوفر اكس سكوير ماينس 4. فاذا اما بنكتبها دي واي اوفر دي اكس لانه اصلا الاقتران اسمه واي، او نكتبها دي اوفر دي اكس للاقتران نفسه اللي هو الاكس تربيع على اكس تربيع ناقص 4. اوكي، فاذا الثنتين بنفس المعنى. اوكي، ديريفاتيفز اوف هاير اوردر، بدنا نشوف المشتقات العليا زي ما حكينا. شو يعني الاف برايم اللي هي المشتقه الاولى؟ الاف دبل برايم هي المشتقه، هي مشتقه المشتقه الاولى. المشتقة الثالثة هي مشتقة المشتقة الثانية، اوكي؟ إذا هاي اللي هي المشتقات زي ما حكينا. هذا إذا بدي أعبر عنها بدلالة دي أي دي واي أوفر دي إكس، دي واي أوفر دي إكس هي مشتقة أولى. دي سكوير أوف الواي دي سكوير أوف واي أوفر دي إكس سكوير هاي اللي هي رمز المشتقة الثانية واللي عبارة عن مشتقة المشتقة الأولى. هلا دي كيوب واي اوفر دي اكس كيوب اللي هي عباره عن مشتقه المشتقه مين؟ المشتقه الثانيه. اوكي، طبعا بنكمل. هلا مثلا معطيني مثال فايند اف دبل برايم اوف الاكس جيفن ذات اوف اكس ايكوال. هلا معطيني بده الاف المشتقه الثانيه، اذا انا رح اشتق اقتراني كم مره؟ مرتين. اشتقينا المشتقه الاولى 4 اكس تكعيب ناقص، طبعا هي ناقص 3 اكس قوة ناقص 1، تنزل ناقص 1 بتصير زائد 3، في اكس قوة ناقص 1 ناقص 1 بتصير عندنا ناقص 2، والخمسة ايش مشتقتها؟ صفر. هلا هذا المقدار نشتقه كمان مرة، ماشي؟ يعني هلا انا شو اللي بدي اعمله؟ انا فعليا هلا شو اللي عملته؟ انه رحت اخذت الاف فتحة للاكس، وشو عملت فيها؟ الاف فتحة للاكس رحت هاي اشتقيتها كمان مرة. اوكي، هذا اللي انا عملته، هاي معنى المشتقة الثانية. هلا في بعض المسائل ما بيطلب مني المشتقة رقم ان. كيف يعني يطلب المشتقة رقم ان؟ يعني انه بدنا نشتق كذا مشتقة بعدين نطلع قاعدة للمشتقة. مثلا هذا مثال اف اوف اكس ايكوال 1 اوفر اكس. طبعا ال 1 اوفر اكس هي عبارة عن اكس تو ذا باور ماينس 1. هلا بدنا المشتقه رقم ان، يعني بدنا صيغه عامله للمشتقه بحيث لما يطلب مني مشتقه محدده اقدر اوجدها. اف الاكس ايكوال اكس تو ذا باور ماينس 1. طيب هلا هاي ما عملنا عليها، هاي مش المشتقه، هاي الاقتران نفسه. لما بنشتقها اف برايم للاكس ايكوال مشتقتها ناقص 1. اوكي، هلا هون يعني يفترض في عندي ناقص 1 صح، في اكس قوه ناقص 2. طب المشتقه الثانيه في عندي، ما ننسى انه في عندي 1 مضروبه في 2 في اكس قوة ناقص 3. اوكي، نكمل، خلينا نرتبها هاي. اذا هون زي ما حكينا هون في عندي ناقص 1. هلا ناقص 2 نزلناها، فناقص 2 مع ناقص 1 صفت موجبه. هلا هاي مشتق، هلا بدي اشتق هاي، بدي بتنزل الناقص 3 بتصير في عندي 1 في 2 في ناقص 3، هاي اشاره الناقص 3 في اكس تو ذا باور ماينس 4. هلا نشتقها هاي كمان مره، بتنزل الناقص 4 مع الناقص يصير موجب، وما ننسى انه في عندي 1، فبتصير عندي 1 2 3 4 اكس تو ذا باور ماينس 5. طبعا زي ما احنا ملاحظين انه تقريبا صار في عندي قاعده محدده للمشتقه. هلا خلينا بالاول نيجي على الاكس، الاكس ثابته ماشي، هاي الاكس بدنا نثبت الاكس. لاحظ نربط المشتق الاس بالمشتقه، لاحظ الاس دائما اس الاكس سالب. اوكي، فهاي الاكس الاس سالب. هلا المشتقه الاولى اخذت 2 ماشي، مرفوع على درجة 2، السالب خلاص ثبتناها بالقاعدة. الاف دبل برايم اخذت 3، المشتقة الثالثة اخذت 4، المشتقة الرابعة اخذت 5، فإذا لاحظ انه انا ماخذ رقم المشتقة ان وشو عملت له؟ ضفت له الواحد. ماشي، هاي درجة الاكس هي ناقص رقم المشتقة زائد 1. طيب نيجي على المعامل. هلا المعامل 1، المشتقة الأولى 1، المشتقة الثانية 1 2، المشتقة الثالثة 1 2 3، المشتقة الرابعة 1 2 3 4، هاي اللي هي
المضروب، إذا هاي عبارة عن الآن مضروب، لاحظ المشتقة الأولى اثنين مضروب، عفوا واحد مضروب، المشتقة الثانية اثنين مضروب، المشتقة الثالثة ثلاثة مضروب. لنيجي على الإشارة السالبة، لاحظ سالب واحد على المشتقة الأولى موجب على المشتقة الثانية سالب على المشتقة الثالثة، فمعناه الأعداد الموجبة أعطني، عفوا الأعداد الزوجية أعطني مشتقة موجبة، الأعداد الفردية أعطني مشتقة سالبة. هلا فمعناته راح أكتبها ناقص واحد قوة إيش؟ قوة أن. ليش؟ لأنه لما تكون الأن فردية يعني زي الواحد ناقص واحد قوة واحد ناقص واحد، ناقص واحد قوة ثلاث ناقص واحد، ناقص واحد قوة خمسة ناقص واحد. لو أخذنا الزوجية ناقص واحد تربيع واحد، ناقص واحد قوة أربعة واحد. فمشان هيك إذا هاي هي عبارة عن مين؟ هاي اللي هي عبارة عن مشتقة رقم أن للأف اللي معي، اللي هو مين؟ هو الأف اللي معنا اللي هو الواحد على إكس. فلا لو سألنا ما هي المشتقة رقم 100 للأف الإكس اللي معي اللي هو الواحد على إكس، بحكي له هي عبارة عن ناقص واحد قوة 100 في 100 مضروب في 100 مضروب في إكس قوة إيش؟ في إكس قوة ناقص 100 زائد واحد راح يعطيني 101. إذا هاي المشتقة رقم 100 للاقتران. فإذا هاي حسنت المشتقة رقم أن، أو شو فائدتها؟ إنه أنا بقدر أطلع المشتقة رقم 100 للاقتران، أو مش بس رقم 100 يعني بقدر أطلع مشتقات عليا الرقم للعدد اللي بدي اياه. برضه نيجي على اف الاكس اللي هي اكس قوه ان. هلا هاي مشان نشرحها بدي اخذت مثال اللي هو هون اللي هي الاكس قوه 4. لاحظ الاكس قوه 4 لو بشتقه مشتقه اولى 4 في اكس تكعيب، مشتقه ثانيه 4 في 3 في اكس تربيع، مشتقه رابعه مشتقه ثالثه عفوا 4 في 3 في 2 في اكس، مشتقه الرابعه 4 في 3 في 2 في 1 مشتقة 5 0. طبعا هلا الكثيرات الحدود إذا أنا زدت عدد المشتقة عن درجة الاقتران فبتصير المشتقة صفر. يعني هون زي ما احنا ملاحظين اكس قوة 4 لما زدت المشتقة عن الأربعة صارت مشتقتي ايش؟ صفر. يعني المشتقة الخامسة للاقتران اللي من القوة الرابعة شو مشتقته؟ صفر. المشتقة السادسة صفر. ليش؟ لأنه خلص الاكس آخر شيء مع الاشتقاق صارت آخر مشتقة لها واحد، وبعدين صار ثابت ومشتقته بتصير صفر. لاحظ إذا المشتقة بتساوي مشتقة إذا المشتقة بتساوي الدرجة، لاحظ المشتقة رقم 4 نفسها الدرجة رقم 4، فطلعت هي عبارة عن مين؟ طلعت هي عبارة عن الفاكتوريال للأن للمشتقة أو الفاكتوريال للدرجة. فمشان هيك هون حاكين إذا كانت المشتقة أن أكبر من الدرجة ماشي، فبتكون إيش؟ بتكون المشتقة صفر. إذا المشتقة والدرجة تساوين فبتكون عبارة عن المشتقة مضروب أو الدرجة مضروب لأنهم متساويات. هلا نيجي على اللي اقل، لما تكون عندي درجه المشتقه اقل من درجه الاقتران، لما تكون المشتقه اقل من درجه الاقتران. هلا لاحظ الاكس هون بالمشتقه الاولى ثلاث، نثبت الاكس بالاول، المشتقه الاولى ثلاث، طبعا الثلاثه هي عباره عن ايش؟ اربعه ناقص واحد، صح ولا لا؟ طب الاثنين هي عباره عن اربعه ناقص اثنين. طيب الواحد هي عبارة عن أربعة ناقص إيش؟ ثلاث، صح ولا لا؟ حتى هون هي عبارة عن أربعة إكس قوة أربعة ناقص كم؟ ناقص أربعة. فإذا إحنا ما بدنا هاي، إحنا خلينا نحكي لما تكون المشتقة أقل من الدرجة. لاحظ الإكس رح تكون مرفوعة لدرجة مشتقتها عفوا لدرجتها ناقص رقم المشتقة. المشتقة الأولى 4 ناقص 1، المشتقة الثانية 4 ناقص 2، المشتقة الثالثة 4 ناقص 3. فإذا لما تكون عندي المشتقة أقل من الدرجة ماشي، فالإكس راح تكون الدرجة ناقص رقم المشتقة. طيب هلا نيجي على المعاملات. لاحظ هون عندي 4
لما المشتقة الأولى. المشتقة الثانية أربعة وثلاث، لاحظ هاي عبارة عن الأربعة مضروب بس ناقص منها مين؟ أربعة مضروب بس شو بدها؟ شو هي الأربعة مضروب؟ هي عبارة عن أربعة في ثلاث في اثنين في واحد، صح ولا لا؟ طيب اطلع على المشتقة الأولى، المشتقة الأولى أخذت الأربعة لحالها، معناه زي كأنه أنا شايل منها الثلاثة مضروب، ماشي؟ هاي مين؟ هاي في حالة عند المشتقة الأولى، ماشي؟ هاي لما جينا نطلع المشتقة الأولى. طب نشوف المشتقة الثانية، المشتقة الثانية ماخذ الأربعة مضروب اللي هي أربعة مضروب بس شايل منها، لاحظ أربعة في ثلاث شو ضل بدها؟ اثنين وواحد، يعني أنا شايل منها اثنين مضروب، صح؟ هلأ المشتقة الثالثة شو عامل؟ ماخذ برضو الأربعة مضروب كاملة بس شايل منها مين؟ الواحد مضروب. أوكي طيب هات نطلع علاقة. هلأ العلاقة هون لاحظ الأربعة مضروب اللي هي الدرجة، أوكي؟ إذن الدرجة مضروب الدرجة مقسومة على الثلاثة مضروب، لاحظ الثلاثة حكينا هي أربعة ناقص واحد، إذن هي أم ناقص الأن مضروب، اللي هي الأم اللي هي الدرجة ناقص الأن اللي هي المشتقة، ماشي؟ المشتقة الثانية أربعة، أربعة مضروب ثبتناها، بس مين شايلين منها؟ شايلين منها مضروب الاثنين اللي هي الأربعة ناقص اثنين، أوكي؟ وهكذا. طبعا هاي القاعدة لو طبقنا على أي درجة من كثيرات الحدود إيش ماله؟ رح تطلع إيش؟ صحيحة. طبعا بدنا ننتبه لشغلة، شو هي هاي الشغلة؟ إنه قد تكون مضروبة في ثابت، ماشي؟ قد يكون اقتراني مضروب في ثابت، يعني بدل أم إكس قوى أم يجوز يكون عندي ألفا في إكس قوى أم، يعني ثابت. فإنه بس رح يصير إنه رح أضيف على المشتقتي إيش؟ رح أضيف على مشتقتي بس الرقم ألفا، أوكي؟ لو كان في عندي ألفا، ماشي؟ فهذا شغلي بهاي الحالة رح أضيف عليه كله ألفا، بحيث أنا بقصد إنه لو كانت إنه اقتراني مش فقط كثير الدرجة لحالها، مضروبة في قيمة محددة. هدول أسئلة بدنا نحاول نحلهم. هنا برضو حاط لكم مثال عن الساين، ساين الإكس، ماشي؟ وكيف إنه وجدنا المشتقة رقم ألا ساين الإكس، ويا ريت تجربوا أنتم كيف توجد المشتقة رقم ألا كوساين الإكس، أوكي؟ وهدول أمثلة بدنا نحاول نحلهم على هذا السكشن. أوكي، نشوف سكشن 3.4، the derivative as rate of change. هلا شو بحكي لي سكشن 3.4؟ بحكي لي انه الديريفاتيف المشتقه هي عباره عن معدل التغير، اذا المشتقه هي عباره عن معدل التغير. اوكي، دي واي اوفر دي اكس، شو معناها دي واي اوفر دي اكس؟ معناها هي معدل تغير الواي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. از ذا ريت اوف تشينج اوف واي وذ ريسبكت تو اكس، هي معدل تغير الواي بالنسبه لاكس. معناها قد ما يحكي لي بده أشتق اقتران محدد، يمكن يحكي لي أوجد معدل تغير اقتران معين بالنسبة لمتغير معين، ماشي؟ فإذا إذا سألني بده rate of change معناه هو بحكي لي بدي أشتق. نشوف الأمثلة كيف. مثلا find the rate of change of the area of square with respect to the length side. هلأ بحكي لي بدنا نوجد معدل تغير find the rate of change of the area، معناه أنا بدي أشتق مين؟ أنا هون لازم أشتق مين؟ بدي أشتق الأريا of square. فهيك رسمنا سكوير، طب إحنا كنا بنعرف إنه المربع أضلاعه إيش مالها؟ متساوية. الأريا للمربع سميناها إيش؟ وهي عبارة عن إيش؟ إكس تربيع، أوكي؟ with respect to the length side، length side طول ضلعه شو سميناه نحنا؟ مسمينه إكس حسب الرسمة. أوكي، هلأ بدنا معناه نشتق المساحة بالنسبة لطول الضلع، فإذا مباشرة بشتق الـ A بالنسبة للـ X. هلأ في الأسئلة من هذا النوع قد يكون عندي القانون أو المعادلة اللي معي تحوي أكثر من متغير، فهو لما بيطلب مني rate of change of rate of change لهاي المعادلة بالنسبة لمتغير،
لأحد المتغيرات، فأنا بعتبر المتغير الثاني إيش ماله؟ بعتبر المتغير الثاني ثابت. يعني على سبيل المثال لو أعطاني نفس السؤال مثلا، أو خلينا نحكي مثلا أعطاني قانون، على سبيل المثال لو حكالي بده مساحة كان عندي مستطيل، ماشي، لو حكالي إنه في عندي مستطيل، عفوا، لو أجينا رسمنا مستطيل، هاي مستطيل. الآن هذا المستطيل طبعا إحنا بنعرف إنه المستطيل بيكون إله بكون له تو دايمنشن، اللي هن التو دايمنشنز اللي هن الطول والعرض. هلا لو سألنا ما هي مساحة هذا المستطيل، طبعا هذا مثال جديد، لو كان السؤال بده الريت اوف تشينج rate of change of ال area لهذا المستطيل of rectangle with respect to، with نختصرها بال w dot respect، بالنسبة ل with respect to، ماشي، هاي اختصار ل with respect to. بدنا rate of change of the area of rectangle، طبعا of ريكتانجل، خلينا نكتب احنا نرسم مستطيل على اساس انه اوف ريكتانجل وذ ريسبكت تو مثلا تو اكس، او خلينا نحكي تو واي. هلا شو بحكي له مشان احلها، شو هي الاريا للمستطيل؟ هي اكس في واي، سوري عفوا، الاريا للمستطيل، الاريا هي عباره عن اكس مضروبه في مين؟ في واي. لاحظ هو بده معدل التغير with respect to، هاي اختصار ل with respect to y، معناه رح اعتبر كونه فيش علاقة تربط لي الاكس بالواي، فرح اعتبر الاكس ايش مالها ثابت، فبحكي له انه dA over dx، ايش هاي عفوا مش dx، d over dy تساوي ايش؟ هلا الاكس هون بعتبرها ثابت لانه هو بده معدل التغير بالنسبه لواي، وما اعطاني علاقه تربط الاكس بواي، فمشان هيك بحكي له دي اي اوفر دي واي، مشتقه الاي بالنسبه لواي هي عباره عن مين؟ عن الاكس، هيك زي كانه اعتبرنا الاكس ايش مالها؟ ثابته. فاذا اذا كانت المعادله اللي بده من بدي اطلع لها معدل تغير، اذا كانت المعادله فيها اكثر من متغير، فانا شو بعتبر؟ بعتبر المتغير الثاني ايش ماله؟ بعتبره ثابت. مثلا هون set y equal x minus 2 over x square find the rate of change of y with respect to x at x equal 2. بحكي لي بده معدل تغير ال y بالنسبة ل x عندما x تساوي 2. هلا شو يعني find the rate of change؟ حكينا هاي معناها بده مشتقة ال y بالنسبة ل x عندما x تساوي 2، يعني أنا بدي أشتق وبعدين أوجدها عندما x تساوي 2، هاي معنى المطلوب مني. لاحظ اشتقينا هون، اشتقيت حاصل قسم المقام في مشتقة البص ناقص البص في مشتقة المقام، وآخر إشي وعوضنا النقطة اللي بده إياها. طيب مثال ثاني، find the values of x، بدنا القيم ل x at which the rate of change of y with respect to x is zero. بدنا قيم x اللي بكون فيها rate of change لل y with respect to x equal ايش؟ equal zero، معناه هو بده معدل تغير ال y بالنسبه ل x عند متى بتساوي الصفر. طبعا لنفس الفانكشن، مين هو الفانكشن؟ اللي هو هذا x minus 2 over x square، لانه هي 1 وهي 2 على نفس ال y. فاذا اشتقينا وساويناها بالصفر، اشتقيناها هون هيها سويناها بالصفر، متى بتساوي الصفر؟ طبعا انا لما بساوي الصفر ما بطلع على المقام، بطلع فقط على البسط، متى بتساوي الصفر؟ عندما اكس تساوي الاربعة. اوكي سؤال اخر، find the rate of change of area of the area، الاريا معطيها اسم A of circle with respect to. هلا نيجي على rate of change of area of the circle، كنا بنعرف انه الدائرة، هاي دائرة، هاي انا راسم لكم هون دائرة. اوكي هلا هاي الدائره بدنا ايش؟ بدنا
بدنا معدل تغير مساحة الدائرة بالنسبة ل A و B. طيب خلينا بالأول نحكي عن الدائرة. هاي عندي دائرة، ماشي. هلا الدائرة معروف إنه نصف قطر الدائرة شو بالعادة بنسميه R. ال R اللي هو الراديوس، هاي لاحظ R اللي هي تساوي إيش؟ الراديوس اللي هو نصف قطر الدائرة. هلا بحكي لي بده معدل تغير، معدل تغير مساحة الدائرة بالنسبة ل الدياميتر. شو هو الدياميتر؟ الدياميتر اللي هو القطر، قطر الدائرة. هلا هاي الدائرة هذا قطرها، لاحظ قطر الدائرة دي احنا بنعرف انها قطر الدائرة هو عبارة عن 2 R، صح؟ معناته ال R هي عبارة عن دي على 2. طبعا انا ليش بدي اضطر احوي اشيل ال R واحطها دي؟ لانه هو بده اياه بالنسبة للقطر، بده اشتق المساحة بالنسبة للقطر، فمعناه انا بدي اشيل ال R واستبدلها بالدي. فشو العلاقة اللي بتربط ال R اللي هو نصف القطر في الدي؟ اذا زي ما حكينا ال R هي عبارة عن نون قاف اللي كنا نسميها في اللي كنتوا سموها لما كنتوا تدرسوا بالتوجيه، اوكي؟ اذا صارت عندي زي ما حكينا رح نستبدل ال R بالدي على 2. هاي ال R تربيع، لاحظوا هاي هي يفترض R، بش استبدلناها ال R بالدي على 2، فبدل ما حكينا باي R تربيع حكينا باي دي على 2 تربيع. طبعا بتصير باي دي تربيع على 4. هلا بدنا نشتق بالنسبه لدي، دي اوف A اوفر دي للإيخ، فاحنا كتبناها هيك يعني بس لانه هيك طلعت الرموز، ماشي. تساوي 2، هلا بدي اشتق بالنسبه للدي، مشتقه الدي 2 دي، فإذا باي على 4 ثابت، هات ثابت ما إله دخل، مشتقة الدي 2 دي اختصرنا طلعت باي دي على 2، أوكي؟ هلا بده معدل تغير المساحة with معدل تغير المساحة of the circle with respect to circumference اللي هو إيش؟ اللي هو المحيط. بده معدل تغير المساحة بالنسبة للمحيط. طيب المحيط حسب ما هو معطي لي رمزه، معطي رمزه سي، محيط الدائرة هو 2 باي في R، إذا السي هي عبارة عن 2 باي في مين؟ في R. بس شو هي الR؟ الR هي دي على 2. ليش طبعا أنا بدي أستبدلها في، أو بصير إنه ما ندخل الدي، إنه هون أنا هون مدخل الدي، ليش؟ بحيث إني أخذتها من هون، أو خلاص. هلا السي هي 2 باي ار، صح؟ هلا معناها السي شو بدها تساوي؟ عفوا الار شو راح تساوي؟ الار شو راح تطلع؟ الار راح تطلع، خلينا نشيل هاي، معناته حسب ما انا كاتب الار راح تطلع سي اوفر 2 باي، اوكي؟ سي اوفر 2 باي. نغير الخط مشان انه نظهر انه احنا بنحل مساله اخرى. هلا سي اوفر 2 باي، ماشي. هلا احنا الاريا شو هي؟ الاريا باي ار تربيع، فبدل الار شو بنحط؟ سي اوفر 2 باي. او شو عامل انا؟ كتبت الاريا بدلاله الدي، طيب، وبعدين رحت عوضتها هون، عوضت مكان الدي قيمه السي، أو زي ما حكينا بتاخذ ال R تساوي C over 2 باي وبتعوضها مكان مين؟ مكان ال C هون، مكان ال R هون. فلو عوضناها فرح تطلع ال A، ايش رح تطلع ال A؟ هي عبارة عن باي. هلا بدل ال R شو رح نحط؟ C over 2 باي سكوير، اوكي؟ لما منبسطها رح تطلع معي هاي هي العلاقة، باي في عندي باي تربيع فرح يضل عندي باي بالمقام، والاثنين هاي رح تصير، هاي الاثنين هون رح تصير تربيع، رح تصير 4، والسي تربيع هيها، اوكي؟ هلأ بدي أشتق بالنسبة لهاي السي، هاي هون اشتقيناها وطلعت معي مشتقة بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمشتقة المساحة، لكن بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمحيط. هذول بعض الاكسرسايز اللي بدنا نحلهم. هلا اخر صفحه فيها بعض القوانين الهندسيه اللي بنحتاجها، زي مساحتها المثلث، هاي مساحه مثلث المتساوي الاضلاع،
هاي في عنا هون المساحة المستطيل، سواء مساحته، محيطه، الدياجونال اللي له، القطر اللي له. طيب هاي المساحة، هاي المحيط، هاي الدياجونال. الدياجونال اللي هو القطر. هاي بالنسبة للمتوازي المستطيلات. الحجم والسيرفس اريا، السيرفس اريا اللي هي مساحة المساحة السطح تاعته اللي هو مساحة القاعدتين زائد مساحة من الجوانب. ها عندي السكوير مساحته، مساحته ومحيطه والدياجونال اللي له اللي هو القطر. هاي عندي الكيوب اللي هو المكعب، برضه الفوليوم اللي له، والتوتال والسيرفس اريا، عفوا السيرفس اريا. اوكي، وهي نفس الشيء بالنسبه للسيركل والسفير، الكره، وهاي كل الاشياء اللي بتخص السيركل. وبرضه هاي السلندريكال اللي هي الرايت سلندريكال اللي هي سلندر، رايت سلندر اللي هي الاسطوانه، راح نحكي عن الاسطوانه القائمه. الفوليوم اللي إلها اللي هي الليترال اريا اللي هي عباره عن المساحه الجانبيه اللي إلها، والتوتال سيرفيس اللي هي المساحه الجانبيه مع مساحه القاعدتين. هاي نفس الشيء المخروط، وكل إشي بتعلق بالمخروط، سواء الراسم، طول الراسم اللي إله، كيف بدك توجد طول الراسم اللي إله، وكيف بدك توجد المساحة الجانبية اللي إله، وكيف بدنا نوجد المساحة الكلية اللي هي عبارة عن المساحة الجانبية مع مساحة القاعدة. هاي كل القوانين تقريبا اللي بتهمنا، طبعا هاي كلها موجودة في الكتاب. ويعطيكم العافية.